احنا هنعمل دلوقتي كيكة الماربل اللي بالبرتقال. هقول لكم على المقادير. معانا كوباية زيت ذرة او عباد الشمس، كوباية عصير برتقال طازة، معلقة صغيرة بشر برتقال. على فكرة ينفع نكتر بشر البرتقال لكذا معلقة حسب ما انتوا بتحبوا قوة الطعم بتاع البرتقال. ومعانا كوبايتين سكر، 4 بيضات، 3 كوبايات دقيق، باكو بيكنج باودر، فانيليا، ورشة ملح، وكاكاو خام حسب الرغبة. يلا بينا هنخلط الأول مقادير الكيكة اللي هو البيض والزيت، كل ما هو سائل، وعليهم السكر، عصير البرتقال، السكر، الفانيليا، بشر البرتقال. بناخد قشرة خارجية فقط من غير الحتة الايه البيضة اللي تحت، ورشة ملح. هزود هنا ملح تاني بس نسيت. طيب هنقلب بقى كله مع بعض، وعلى طول هنحط الدقيق، مش محتاجين ايه تقليب كتير، مجرد ما يمتزج معانا. حلو قوي كده. هنجهز بقى، معانا عندنا البيكنج باودر، بحطه على الدقيق، بنقلب، يفضل الدقيق يكون منخول، ونحطه. تمام، نفضي دي بقى كل البولات دي. نقلب كله مع بعض. طبعا مهم جدا نكون مسخنين الفرن على 180 درجة. تمام، هاخد من الخليط ده بقى شوية هنا كده على جنب. تمام، هحط هنا كاكاو، وأقلب. في بقى تكاية مهمة جدا نركز فيها دلوقتي، دايما الكاكاو الخام بيوازي زي الدقيق بالظبط، تأثيره في الكيك زي كأني حاطه دقيق. تمام، فأنا هنا شوفوا السيولة بتاعتها عاملة ازاي. مهم قوي بقى ان احنا في اللي هي الفانيليا نظبط برضو نفس السيولة. فهعمل ايه؟ هشوف سيولتها عاملة ازاي معايا، هل انا محتاجة احط دقيق، بروح مزودة شوية دقيق. تمام، ده اللي بحاول بس اوصفه، ان مهم قوي سيولتهم تبقى زي بعض، ما يبقاش واحدة سايلة قوي وواحدة ايه سميكة. مهم جدا نركز في دي. طيب هنبتدي بقى نعمل ايه؟ زي ما اتفقنا الفرن يكون متسخن على 180 درجة قبل ما ايه ما ندخل الكيكة كده، تقريبا ب10 دقايق. يا اما عندكم حلين بقى، يا اما بمغرفه تعملوا شكل الزيبرا، هوريها لكم برده، يا اما تعملوا شكل الماربل كيك. لو انتوا بمغرفه بتمسكوا كده المغرفه، عايزين تعملوا شكل الزيبرا، بتعملوا مغرفه واحده في النص غامق، ومغرفه واحده بعد كده عليها فاتح في النص بالظبط، ونرجع نكرر العملية دي لغاية ما نخلص الكمية، هتدينا شكل الزيبرا المخطط من جوه. تمام، طيب لا احنا عايزين نعملها شكل ماربل، مش مهم شكل الزيبرا، مش لازم نقعد نعمل التخطيطة دي، بس مع ان شكلها خطير جدا جدا جدا. انا فاكرة لما عملتها الفيديو وصل 500,000 مشاهدة، فمفيش
في خلال اسبوعين كان وصل لحاجة عالية جدا. طيب هنكمل بقى. لو احنا عايزين نعمله الأقمار بالعادي، انتوا شفتوا كده لو انا عايزة اعمله زيبرا بيبقى شكله عامل ازاي. لو هكمل بقى كل طبقة بتزق اللي بعدها، كل طبقة بتزق اللي بعدها. طيب لو انا لا انا عايزة اعمله بقى أقمار بالعادي مش مهم زيبرا، واروح واخده كده منزله بقى كده عشوائي، بنزل في النص كميه وبعدين انزل كميه ووزع على قد ما اقدر، وحسب انتوا عايزين اخر واحده تكون شوكولاته ولا فانيليا اللي هتبان معاكم، انتوا اللي تحددوا اخر طبقه تبقى شوكولاته ولا فانيليا. خلاص بعد كده بنروح بقى ماشيين كده جوه مشيتين ثلاثه بس، يعني كده بس خلاص لغايه جوه لغايه تحت، يعني نعمل كده ولغايه تحت وبس ما نكترش. ليه بقى ما نكترش؟ عشان لو كترتوا اللي هيحصل هتتمزج في بعض مش هيبان الفروق، واحنا مش عايزين ده، مش عايزينها تتمزج في بعض وان ما يبانش الفروق. تمام نحط دي بقى ورا. ونمسح برضو تاني كده وندخلها الفرن ونشوف الكيكه اللي معانا اخبارها ايه. ندخل كده بقى تاخد تقريبا ساعه ما نفتحش عليها في مقاس حوالي 30 او 28. تمام خلينا نشوف بقى، هي دي لسه دافيه بس ايه نحاول كده بس عشان ايه زي ما احنا شايفين ما شاء الله جميلة جدا. تمام طبعا انا هحاول بقى كده ارجع بس ده لورا بحيث تبان معايا كده. هي لازم تتجاب من الكاميرا اللي بالجنب. نقدر بقى على الوش نرش عليها شويه من، ولا خليني احطها على طبق احسن بحيث تبان احسن معاكم. اهو بصوا تبقى كده. ونبتدي بقى بالسكر البودرة كده نعمل شوية حركات. وعلى اللي تحت كمان. بالظبط كده. ونرص لها برضو شوية برتقان كده على الوش. تمام وبرضو دي بقى احط البرتقال جنبها كده بس. جميله جميله جميله. طيب يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا مع بعض كيكه البرتقال الماربل كيك من الكيكات المحبوبه جدا، نحطها بس هنا قدامنا.